خبز المسفن الفلسطيني، دقيق نصف كيلو، حب البركة معلقة كبيرة، سمسم 3 معالق كبيرة، وسكر 2 معلقة كبار، وكركم 2 معلقة كبيرة، وملح 2 معلقة صغيرة، خميرة جافة 2 معلقة صغيرة. نحرك المكونات مع بعض، بنوضع ماء 1.5 كوب أو حسب الحاجة، ممكن نزود دقيق أو نزود ماء. بعد ما نعجنها جيد نترك العجنة ترتاح، بعدين بنقطعها وبعدين نتركها أيضا ترتاح مرة تانية، وبعدين بنمدها بزيت الزيتون. يجب أن يكون زيت الزيتون، نعملها مثل هيك، بنمدها نعملها مثل مثلثات، نخبزها مثل أي نوع خبز. كثير هي روعة، هي من التراث الفلسطيني. في عندك أكثر من 500 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مع السلامة.